قوي توجع مؤلمة. انا شايف الشناوي في فتحه بقت اكتر من فتحه. لا ما هي الفتحه دي على طول. انا لاحظت خلي بالك مش هي من المسحه صح؟ لا مش من المسحه دي. دي كوره جت عشان كده بعمل مسحه ما بحسش بيها. جونيور جاي بيتضايق يعني خلاص قرب يعتزل خلاص لا بس هي بتقلم صح؟ هي بتدخل فين؟ في النافوق يعني يعني لا هي بتبقى انا بحس ان هي بتاخد يعني بتاخد طبعا صعبه يعني لغايه هنا كده بتطلع لغايه هنا كده بس ده مالهاش دعوه بالمسح يعني. لا لا دي مالهاش دعوه. بيقول لك ايه جونيور اجاي له مالهاش دعوه. بيقول له يا عم بيقول له يا عم خاف اول ما بيشوف الناس اللي هم بتوع المسح الدكاتره داخلين خلاص وشه بيبدا يحمر وخلاص. انا عارف افارقه لما لا لا هو بالذات هو بيخاف جدا من الحاجات دي. هو جميل بصراحه يعني هو بيعمل حاجات جميل بس لعيب هايل وشخصيه محترمه. انا عارفه ان هي بتتكلم قوي يا كابتن هاني. لكن يعني طبعا هي يعني انا حتى سالت فايلر قال لي هي يعني بتبقى مقلقه يعني مش مريحه هي بتاخد تقريبا خمس ثواني او حاجه كده كملش ان انت عايز تبقى الموضوع الموضوع صعب بس خلاص اخذنا عليها ست مرات ده سلامه اللعيبه دوت يعني وزي ما بنقول يا سهام احنا كلنا عايزين الحياه بتمشي لكن سلامه اللعيبه دي اهم حاجه أكيد. يعني اول ما لا قدر الله بيظهر حاجه ايجابيه بيتعزل تماما لغايه ما يرجع تاني وان شاء الله باذن الله كلكم تبقوا سلام وان شاء الله ده اللي احنا بنقوله بقى كابتن لازم بقى كل الناس تاخد بالها واللي مثلا اللي بيتمرن بيخلص هو عارف يبقى يعني يعني حاجات محدوده يروح الاماكن محدوده عارف وراح فين وجاي منين عشان طبعا الفتره الجايه داخلين على ماتشات اليومين الاولانيين يا شناوي كان كنت